لا، وفي الوقت الراهن اللي هو بنتكلم فيه عن حقوق الإنسان والحيوان، شايفين الناس كلها على مرأى ومسمع العالم كله ناس بتحصل مشهودة بهذا. يعني الجرائم مشهودة والحقيقة موثق. اللي أنا مستفز منه إنه هذا المجتمع اللي هو النازية بالزي الجديد بالبدلة والبيبيونة اللي بتتحدث عن الدولة الديمقراطية العلمانية الإنسانية، بتتبنى دولة قائمة على أساس ديني. يعني إسرائيل منشأة على أساس ديني، ما فيش حاجة غير اليهود، ولا يجب أن يكون هناك غير اليهود، والعالم يساندها. هذا العالم لا، هو اليهود لعبت، أنا مش بدافع عنهم طبعا، بس لعبوا، أنا بحب أحلل، لعبوا لعبة المضطهدين اللي تم قتلهم وتهجيرهم من ألمانيا، وأن الناس لازم تقف جنبهم وكده، وهم بيعملوا عكس دوت دلوقتي مع الفلسطينيين. أنا من رأيي أن دي مش لعبة عشان يضحكوا على الآخرين، لا، ده الآخرين أصلا عايزين هذه اللعبة. حلوة دي. يعني هم أصلا عايزينها أو عجبتهم، يعني شافوا اللعبة عايزينها. يعني هو لما أنت تقول لي أنه فرنسا تبيح أنك تشتم ربنا وتقول دي حرية، وتشتم الأنبياء والرسل وتفيد السيد المسيح، حرية تعبير، وتقول لي حرية تعبير، ولا تبيح الحديث عن الهولوكوست، يبقى انت غاوي، انت عايز كده، وانت بتستهدف من وراها شيء الدبل ستاندرد ده بقى، اللي هو الكلب مكيلين. انت بتكبر منشأة متبنيها وتربيها. ايضا التناقض الاخر، مش بس الانساني، التناقض الديني. يعني اسمح لي، اوروبا كلها وامريكا الاغلبيه فيها مسيحيين. المسيحيين كانوا فين لما كنيسة القيامة وكنيسة المهد ودير السلطان اتحصروا أيام حصار جنين؟ احنا شفنا في جنين، انا مش يمكن انت بس دول الأغلبية حضرتك مسيحيين فقط، يعني انا بالفطرة، يعني انا طبعا انا مش بأطلق، مش قصدي يعني قصدي مش بأطلق، لكن انا بكلمك يعني على التناقض. على التناقض. أنا عايز أوصل للرسالة، لسه أنا ما وصلتش للنتيجة اللي عايز أستهدفها. شافوا كنيسة المهد اللي تولد فيها السيد المسيح، اللي هي أعز مكان عند أي مسيحي، صحيح، حتى لو كان مسيحيته قد كده، ده مكان أقدس، مكان أقدس مكان، إنه القسس والرهبان قتلوا على أبواب هذه الكنيسة، صحيح، ومحدش فتح بقه، محدش زعل، محدش غضب، محدش قال المسيحية أو المسيح. يزعلوا بقى لو قلت حاجة على اللي هم المتحولين جنسيا، يتجننوا. طبعا لو انت بتكلمت بقى عن التحول يتجننوا. انت انا عايز اقول ايه، انه العالم ده لانه اصلا فاشيستي، وانه المسيحية دي مش اصل من اصولهم. مش اصل من اصولهم، هم المسيح العربي مش مسيحي عندهم، مش محسوب. والإساءة إليه مش محسوبة إلا في اتجاه واحد، إلا في اتجاه سياسي، إنما بشكل عام لا، الأمر الآخر. وأنت ناسي أن الدولة الرومانية دي، ما هي دولة مسيحية كانت، لم يساء للمسيحيين المصريين أكثر وفي الشرق الأوسط أكثر من الرومانيين. صحيح، ده هو عصر الاستشهاد ده كان كله في الرومان، ده يعني عصر عبقري، في معجزات حصلت. اللي حدث في مصر من مسيحيين رومان على مسيحيين مصريين يؤكد الموضوع هنا مش مسلم ومسيحي ومش ديانة، وإنما هي عنصرية للمكان. العرب دول مهما كانت ديانتهم، مسلمين مسيحيين يهود أي حاجة، كفرة برضو لازم يتعاملوا معاملة خاصة ولازم يسأل إليهم موقع جغرافي. إذن إحنا مستهدفين بهذا المنطق الاستعماري المتواطئ في كل العالم، متواطئ. وأقصى حاجة إنه يكلمك يعني بكلام لومت معنى، يقعد بايدن دلوقتي بقالنا 8 شهور أو 9 شهور عمال يتكلم على إيه، يعني لازم نحل الموضوع، لأنه الموضوع مش عارف، والقنابل تروح والدبابات تروح والطائرات تروح. على فكرة هيتأذي أكبر أذية من موقفه من غزة، يعني في الانتخابات الجاية، يعني شوف ضمن الحاجات، يعني أنا يعني الرهان ده رهان طويل الأمد، لأنه التغير الذي يحدث في أوروبا، يعني المظاهرات اللي تشوفتها في أوروبا وفي أمريكا، طبعا مش سببها الأصالة الأوروبية ولا الأصالة الأمريكية، لا، سببها بشاعة المشهد، بشاعة مشهد، ما مش وتغير نوعية
المجتمع طبعا في تداخل